مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. كشف الصحفي يوسف نكاة عن حقائق جديدة حول قضية الأستاذ فارس إسماعيل الذي أقيل من منصبه بتهمة إهداء هدية تحفيزية لتلميذة. الصحفي يوسف كشف عن دليل براءة الأستاذ إسماعيل في هذا المقطع. بون كي فاتت الحلقه تاع الاستاذ اسماعيل عيط لي هذا الانسان اللي راكم تشوفوا تصويرته في الستوري. هذا الانسان عيط لي قال لي خويا يوسف انا عندي الدليل البراءه تاع الاستاذ اسماعيل. هو الشيء اللي راني نقول لكم فيه شغل فعلا لا يصدق، حاجه لا تصدق، شغل ما متسيت تتخيل انه كاباب تراكا، ما شغل حاجه ما تجيش في البال. بصح دائما الانسان المؤمن على باله بلي كل شيء صرا لسبب معين، كل حاجه تصرا لسبب معين. السيد هذا عيط لي ورى لي دليل البراءه القاطع للاستاذ بلي هذا الاستاذ ما عنده حتى علاقه بالهاتف وبالتليفون ايتترا ايتترا ايتترا، بدلائل شغل ماشي حاجه، بدلائل لا تحتمل حتى التاويل، يعني واضح انه انه التهمه الاستاذ بريء منها. ولكن هذا السيد مسكين مات. ونهار سمعت بالسيد هذا باللي مات انا ضربت على عقلي ما لقيتوش. السيد كان يهضر معايا في التليفون وهضرتنا وقيل دو فوا مع اطراف واحد اخرين وخلاص، وتفاهمنا على اساس انه يتلاقى مع الاستاذ وكل شيء ويروح معاه الى ابعد درجه باش الاستاذ يثبت براءته، قال له نجي معك للمحكمه ونجيب هاد الناس ايتترا ايتترا ايتترا. هم بعد سمعنا بلي السيد مات، دار اكسيدون في الطريق وتوفى. وانا شغل كي سمعت به مات شغل ضرب لقيت على ما ضربت على عقلي ما لقيتوش، يعني الاستاذ تانيت ومرت الاستاذ كيف كيف ومنه، وديتها على اساس انه هذه بالك كاين اللي يقول لك دوكاوي بالغ ولا بصح، وكانه انا حسيت شغل هذه امانه نوصلوها للراي العام ونوصلوها للسلطات. سيد جوست قبل ما يموت وصى انه نبرئ الاستاذ. وكاين بالك دوك اللي يجي في بالهم باللي زعما هذا بالك كاش انسان هكا شغل حب يدير فيلم يعيط ما يقول انا عندي دليل البراءه ومن بعد يقول لنا بلي راني يدير سيناريو باللي مات ولا بصح. لا لا، هو السيد فعلا مات ودليل البراءه راهو عندنا، يعني ودليل البراءه شغل ما لو كان انا في حصه نقدر نهضر عليه باريحيه، صح ما نقدرش نهضر عليه بشكل بكل تفاصيل، بصح هو وانا مسؤول على كلامي، هو دليل براءه قاطع للاستاذ بلي الاستاذ ما عندوش علاقه بالقضيه هذيك. ف والله ما عرفت واش حرت واش ندير. دليل براءه انا ما نقدرش ننشرو هكذا. خبرت فريده عبري المحاميه، خبرت الاطراف المعنيين بالقضيه، بصح قعد لي هذا السيد في راسي، قعد لي نقعد نتفكروا. وكما قلت لكم لاسباب خارج على ارادتي يعني وخارج على قدرتي، انا شغل مانيش قادر ندير الحلقه في هذه الايام القادمه ولا الاسابيع القادمه ولا الاشهر القادمه، بصح مصير الاستاذ راهو معلق. وانا نتعامل بواحد السياسه، انا مانيش غراق ولا انا صحفي، يعني انا كي نخدم مع انسان ونخدم معاه مع الاول بموضوعيه وبحياديه وكلش، يعني بصح كي نعرف انه السيد هذا مظلوم نروح معاه الى الاخير، وكي نعرف انه هذا السيد ظالم وان شاء الله يدفنوه ما نهضرش نديفونديش عليه. بصح انا يعني متاكد يعني 1000% من براءه الاستاذ ومن دليل البراءه، ان شاء الله برك نروحوا في الطريق الصحيح. هذا مكان لعرض اعلاناتكم على باخة باستارز. تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام.